غادة بالمستشفى. بالمستشفى؟ ليه شو صاير معها؟ صار معها نزيف. متى صار هالحكي معها؟ امبارح ما كان بها شيء؟ اليوم الصبح. طيب قومي نروح نطمن عليها. هلا بعدني واصلة من هونيك. فضل انك ما تروح، لان اذا شفتك دليل اكيد رح يصير في مشكل بينك وبينه. طيب وهي كيف صارت هلا؟ هلا قد بيهمك تعرف كيف صارت؟ خليني اقول لك شيء داليا. انا قد ما كان الواحد عامل فيي ومكذب علي ومفتري علي، ما بتمنى له ابدا ينأذى بهيدي الطريقة او بطريقة بشعة. حاسة حالي انه انا السبب. انا اللي عملت فيها هيك. لا ابدا. ما تنسى انه هي اذيتك لاليك اكثر مما اذيتنا لالي. وانا ما بنسى شيء. داليا، كل واحد عامل قصص مش منيحة بالحياة لازم يتعاقب عليها. في شيء انت ما بتعرفه. الولد راح. ما حسيتها كثير تأثرت لؤي. كيف بدك اياني اتأثر داليا؟ وانا ولا مرة لمست لخدها. لكن الولد اللي كان ببطنها من مين؟ عم تسأليني لألي؟ روح اسأليها لألي. شو داليا؟ ليش سكت؟ مش مصدقة ولا كلمة عم بقولها ما هيك؟ صدقتك لؤي. صدقتك. مشغول حبيبي؟ لا يا ماما تفضلي. بدي اعرفك على داليا الاشقر، خطيبتي ومرتي بالمستقبل. تعرفنا. صاروا الشباب بهالايام بيخطبوا وبعدين بيقولوا لاهلهم. لا يا ماما ما تزعلي مني، بس هيك صار. انا ما بزعل منك لو شو ما عملتي حبيبي، بس عشرت توعدني تجيبي العروس لعندي على البيت لأتعرف عليها أكثر. إيه إن شاء الله رح نجي. داليا الأشقر مش بيك؟ إيه بنته لهاني الأشقر اللي مات مقتول. حبيبتي الله يرحمه. تعيش. عاد عرفتوا شي شو صار بالقضية؟ مين ارتكب هالجريمة؟ لا لهلا ما بين معنا شي، بس بعده التحقيق ماشي. إن شاء الله خير حبيبتي. ماما ما قلتي لي شو سبب هالزيارة الحلوة؟ يا تعيسيتك بالموضوع مهم. اخده رح تكون انا لازم امشي. لا حبيبتي خليكي، انا برجع بوقت تاني. لا معلش، عندي زيارة ضرورية. بس نحن لازم نرجع نكفي حديثنا لك. طبعا. بالاسم. باي. باي. قومي ماما. يا محتين ذوقك كتير حلو. تحبها؟ أكثر من أي شيء بهالدنيا. أكثر مني أنا؟ مثل حياة ماما، حبي إليك شيء وحبي لها شيء ثاني. الله يوفقك يا قلبي. أنا شو بدي من هالدنيا غير إني أشوفك مبسوط وسعيد بحياتك. هلا مهم بعد ما قلتي لي شو سبب هالزيارة. هون بيت داليا الأشقر؟ نعم هون. كيف في يساعدك؟ بدي أحكي معه. بس هلا هي مش موجودة. أي ساعة بترجع؟ لا قلت لي إنه اليوم ما رح تنام بالبيت. عندك فكرة وين ممكن تكون؟ لا والله ما بعرف. تعرف نمرة تليفونها؟ إيه بعرف. أم المعروف، أعطيني إياها. جايبة معي أخبار ما بتخلص. هي تحكي؟ نحن قاعدين هون مثل مساجين، مش عارفين شو عم بيصير. بحب أبلش بالشي اللي بيخصني بالأول. ليش في شي بيخصنا نحن؟ أكيد في شي بيخصكن. شي رح تنصدموا بس تسمعوا. لكن بلش فينا لأنه أنا كتير بحص. لا، تركينا للآخر. نحن لحقين نعرف. رحت لعند لؤي وقلت له إني موافقة أكون خطيبته. وعزمته لعندي على البيت وعرفته على غادة ودليل بصفته خطيبة. يعني موتيها لغادة. غادة جن جنون هي ودارين مش قادرين يعملوا معي شي. وبعدين؟ بعدين شفتها قاعدة عم تبكي، تذكرت قديش أنا بكيت. كرماليك حبيت بكيها أكتر وعزمت له أي بنفس الليلة على العشاء. قضيت عليها. واليوم الصبح صار معها نزيف.
وروحت الولد. كنت قاسية معها؟ لا ما كنت قاسية معها فادي. شو ما عملت ما بتأثر فيها. المهم رحت على المستشفى لطلع غادة وشفت أمك هونيك. ماما مريضة؟ شو صاير معها؟ لا فادي مش أمك المريضة. أمك قاعدة حد خليل. ليش وبي خليل؟ مقوص. مقوص؟ ايه فادي خليل بالمستشفى مقوص. طيب ما عرفوا مين قوصه؟ بلا عرفوا. مين؟ انت اللي قوصته. ما فهمت. امك قالت لي انه انت اللي قوصته لخليل. ما عم بفهم كيف انا اللي قوصته. انا ما صدقت كلامه بس قالت انه الشرطة عنده بالأوضة ورح يتهمك إلك. ليش لا يتهمني لإلي؟ أنا ما إلي علاقة بالموضوع. بده يعمل كل شيء قادر عليه لحتى ينتقم منك. وأنت كيف حسيت الماما؟ مصدقة كلامه لخليل؟ أنا حسيتها مش مصدقة كلامي. والله رح جن. معقول يتهمني بجريمة أنا ما إلي علاقة فيها؟ من خليل تقدر تتوقع كل شيء فادي. طب ليه مقوص؟ مين اللي قوصه؟ مش هيدا اللي لازم تفكر فيه هلأ فادي. لازم تفكر كيف بدك تطلع من هالورطة. هلأ صرت مجرم ومطلوب من العدالة بتهمة محاولة قتل خيك. شو؟ معقول توصل مع خليل لهون؟ يتهمني إلي بمحاولة قتله هو عارف إنه أنا ما إلي علاقة بي ولا أي شيء. طب مين اللي حاول يقتله؟ أنا متأكدة إنه خيك إذا عالم كتير بحياته. أكيد حدا من هول العالم جرب يقتله. الحمد لله اللي خلصت من هالولد. ما كان رح يجيب لنا إلا المشاكل. هلأ شو الحل؟ ما في حل فادي. طالما خليل قال إنه أنت الشرطة رح تضل تبرم عليك. ما فيك ترجعي تروحي على المستشفى لتفهمي القصة شو صار بالضبط؟ بعتذر منك فادي لأن إذا رحت دارين رح تكون موجودة هونيك ورح تحاول تعرف شو عم بعمل بالمستشفى ودارين بتعرف إنه أنا عم شوف نور وعم بحكي معه وهي لحد هلأ ما بتعرف ولا شي عن قصة نور كرمال هيك ما بستبعد منها أي شي. طب معقول تعمل شي؟ دارين من نفس سينة خليل ناس مجبورين بالشهر. كرمال هيك أنا حبيت أكون بعيدة عن غادة وعن خليل حتى ما يصير في أي صدفة بشعة. لأن إذا خليل عرف إنه أنا بعدني على علاقة معكم مش رح يتركني بحالي. داريا معها حق بكل كلمة عم تقولها. أنا ما بدي شيء يأذيها بسببه. ماما أكيد عندها شك إنه نحن عم نشوف بعض. لأنه بتعرف العلاقة بينك وبين نور. أمك ما كانت شاكة. كانت متأكدة. انت كيف عرفتي؟ افتكرتني انه جيت على المستشفى كرمال تعرف اذا خليل مات تنقل لكم الخبر. يعني الماما مصدقه كلام خليل وقالت لي لك انه عيب تعمل هيك بخيك كرمال وحده مثل نور. ليش شو بني انا؟ ما تزعلي انا عرفت حالي شو رديت عليها.